مشاركة الفنانين بصحة تعبير الفنانين المصورين ب الصالون مستمر إلى غاية 18 فبراير أين سنعلن عن الصورة الفائزة بالمسابقة. اليوم رانا في الطبعة السادسة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية جائزة عيسى مسعودي للصورة الفوتوغرافية اللي تنظمها دار الثقافة عيسى مسعودي لولاية عين تميشان بصفة دورية بمناسبة اليوم الوطني الشهيد 18 فبراير من 16 فبراير إلى غاية 18 فبراير 2024. اليوم شاركوا معنا حوالي 20 ولاية بمختلف الصور. كان موضوع الطبعة هو تراث لباس تقليدي تاريخ وهوية.